المطر. صباح الخير. كيف تشعرين الآن؟ أفضل، أنا بخير. هذا جيد. ما أجمل الجو. روميو، لماذا أنت روميو؟ أنا ابنة كابيوليت وأنت ابن مونتاجيو. لم اجتمعنا ببعضنا؟ لماذا؟ أحببنا بعضنا. هل أنت نادمة؟ كلا، لكن بالرغم من قربنا من بعض هناك حاجز أعلى وأصعب من تسلق أي جبل. سأتسلق أي حاجز. جولييت، وأنت معي، أستطيع التحليق خلال عواصف الهائجة، خلال الغابات المظلمة حيث لا تصل أشعة الشمس، خلال النيران الحارقة، وأتخطاهم لأجلك. لأجلك أنت سأتخلى عن اسمي مونتاجيو ليكون روميو، روميو الذي تعرفينه.